Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum, je vis du jadid, inshallah. Cette vidéo, inshallah, la routine du matin et rataba, la routine liyomi sabah. Je me réveille à 7h20. Je me réveille à 7h20. Je me réveille à 7h20. On est qu'en cercle dans le CA7 ou Deuxième action, c'est je me fais ou je fais ma toilette. Je me brosse les dents. Lave le visage. Me coiffe. كان نغسل الأسنان ديالي تنغسل وجهي و تنمشط ها يعني جو مو كواف الوغ جو في ما تواليت جو مو بروس لي دون لاف لو فيزاج يعني نغسل وجهي مو كواف يعني كنمشط تخوازيام اكسيون جو برون مون بتي ديجوني يعني من بعد شنو تندير تناخد الفطور ديالي جو برون مون بتي Déjeuner, après, je débarrasse la table. Je débarrasse la table. Quand je mets table, je débarrasse la table. À 8 heures, je fais mon lit et range mon pyjama. Je fais mon lit. يعني كان نصايب الفراش ديالي اي رونج مون بيجاما يعني كنطوي بيجاما ديالي جو مابي ابري يعني شنو تندير تنلبس يعني جو مابي يعني تلبس حوايجي جو مو بروس لي دون تنمشي نغسل الاسنان ديالي جو مو بروس لي دون ابري جو بار Pour l'école, je pars pour l'école. يعني كنطلق في اتجاه المدرسة أو كنمشي للمدرسة. يعني هذا كيتسمى روتين صباحي اللي ممكن يكون أي واحد كيديرو. و أو ميم طون يعني كيفاش كنعبرو عليه؟ إذا تنعبر عليه بهاد لي زاكسيون هادو. يعني نعاودو من الاول بسرعه je me réveille à 7h20 oui je me réveille à 7h20 يعني هنا بالنسبه لور دي ريفي يعني كل واحد فوقاش كيفيق يعني انا مثلا نقول je me réveille à 6h je me réveille à 8h يعني كل واحد فوقاش تيفيق يعني كل واحد عنده التوقيت ديالو لكن بالنسبه لاكسيون راه كتبقى ميم اكسيون يعني راه بغيتي تقول انا كنستيقظ راه كل واحد يمكن له يقول هذه نفس العباره ا 7h20 ممكن يبدل يقول ا 8h ولا ا بار اكزومبل ا 6h اي دمي يعني يبدل الساعه فوالا يعني عندنا بالنسبه للاكسيون الثانيه جو في ما تواليت يعني تندير النظافه ديالي كنمشي كندير النظافه ديالي بيان سور جو مو بروس لي دون يعني تنغسل الاسنان ديالي لاف لو فيزاج تنغسل وجهي مكواف يعني كان نمشط يعني هذا الشيء كل شيء داخل في لا تواليت بيان سور انا جو برون مون بتي ديجوني يعني تناخذ الفطور ديالي يعني جو برون مون بتي ديجوني جو ديباراس لا تابل يعني كنظف المائده ا 8h je fais mon lit et range mon pyjama. À 8h, je fais mon lit et range mon pyjama. يعني تنجمع السرير ديالي و تنطوي البيجاما ديالي. Après, je m'habille. يعني تلبس. يعني تلبس. يعني كنستعد للخروج. Bien sûr, je m'habille. Voilà. Je me brosse les dents. يعني تمشي تنغسل الأسنان ديالي بعد الفطور. يعني. Voilà. Je me brosse les dents. Oui, je pars pour l'école.
حنا سالينا دابا لاكسيون ديال الصباح ولا الروتين ديال الصباح، يعني ممكن يجينا ان نوتر روتين ديال لابخي ميدي ديال لو سوار بيان سور، يعني كل بارتي دو لا جورني اشنو تندير فيها. يعني هذا الشيء اللي كان بالنسبه للفتره الصباحيه. ان شاء الله في فيديو مقبل نشوفوا شنو ممكن نديروا ما بعد الزوال، وكنتمنى هذا الفيديو يكون مفيد بالنسبه لكم وبالنسبه للجميع ان شاء الله. وكان المطلوب منكم انكم تدعمونا وتشجعونا ان شاء الله باش يبقى يصلكم الجديد من عندنا، لان الشهاده ضروري في شويه ديال الخدمه في شويه ديال العمل. يعني كنتمنى منكم التشجيع وشكرا.